السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاد وقناة الحياة في أمريكا. النهاردة فيديو جديد عايز أعمل فيه تعقيب على السلسلة اللي أنا بدأتها اسمها لماذا هجرت، والسلسلة دي الحقيقة جزء من سلسلة أوسع إن شاء الله هيبقى اسمها قصة هجرة. بدأت فيها فعلا بعض الفيديوهات قبل كده متقطعة، يعني اللي هي حكايات واقعية من قصتي. هتلاقوا بلاي ليست اسمها قصة هجرة تقدروا تشوفوا فيها الفيديوهات دي وإن شاء الله الفيديوهات اللي هتيجي بعد كده. لكن عايز أعمل تعليق مهم جدا على موضوع لماذا هجرت والسلبيات اللي أنا ذكرتها اللي دفعتني للهجرة. في حاجة مهمة جدا عايز أقولها النهاردة، هقول لكم عن أنا عملت إيه في مصر قبل ما هاجر. هل أنا انتظرت الهجرة بس ولا حاولت أعمل حاجة تاني؟ فهي دي الرسالة الأساسية اللي عاوز أوصلها النهاردة إن شاء الله. ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو وعملوا اشتراك في القناة لو انتوا جداد، ولو انتوا مشتركين ما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا all او الكل عشان تجيلكوا اشعارات كل الفيديوهات الجديدة. وكمان راجعوا الفيديوهات القديمة على القناة، ساعات بيبقى في اسئلة بتكون يعني تم الاجابة عليها في فيديوهات سابقة. وطبعا لو شايفين الفيديو مفيد ما تنسوش تعملوا له شير على السوشيال نتورك بتاعتكم. طيب النهاردة ليه عايز ادخل في الموضوع ده؟ لان طبعا اما انا اتكلمت عن اول سببين للهجرة كان في ذكر لحاجات كانت مضايقاني اكيد في بلدي. فالحقيقة في شيء انا متخوف منه اما بدخل في المواضيع دي. اولا انا ليه بتكلم في الحاجات دي؟ مش عشان اقول ان بلدنا وحشة وان احنا لازم نهاجر، لها كذا شق. يعني انا بتكلم كنوع من السيرة الذاتية دي، ده جزء منها. ليه بشرح اسباب واحد زي مثلا ايه الاسباب الفكريه اللي دفعتني للهجره؟ لان انا في رايي المفروض الانسان لما بيعمل حاجه لازم يكون وراها فكر معين، يعني مش مجرد ان انا كده بعملها وخلاص. فده شرح لاسباب الشخصيه للهجره. والسبب الثاني كمان ان المساوئ اللي انا بذكرها مش عشان انا بكره بلدي، بالعكس عشان عايزها تتغير للافضل. فبرضه تكون دي فرصه ان احنا نتكلم عن الحاجات السلبيه دي عشان قد يسمعها انسان ويكون في سلوك من السلوكيات دي ويغيره، او عموما كمجتمع يعني نحاول ان احنا واحده واحده نلفت النظر للمساوئ. والهدف من كده هو ان احنا المجتمع يعني يتعافى من هذه المظاهر السلبيه. فالحاجه اللي بتخوفني بقى ما بتكلم في الحاجات دي هي ان يتخذ كلامي، طبعا شباب كتير انا فاهم كويس انتوا حاسين بايه، حاسين انكم ضائقين بالمناخ بتاع البلد وعايزين تهاجروا والهجره هي الحل الوحيد، والكلام ده بيخليكم تتاكدوا ان فعلا لا ده يعني احنا لازم نهاجر فعلا. بس ده برضو الحقيقه مش عايزكم توصلوا لكده، مش دي الرساله اللي انا عايز اوصلها. الرساله اللي انا عايز اوصلها من الفيديو بقى بتاع النهارده ان شاء الله، ان ماشي مشروع جدا يكون عندك هدف انك انت تهاجر عشان تخرج من الظروف السيئة اللي انت فيها، لكن ده مش معناه ابدا انك انت تعلق حياتك كلها على الهجرة كهدف. لازم يعني تطرق كل الابواب الاخرى اللي موجودة قدامك وتحاول في طريق الهجرة. والله جه اهلا وسهلا، ما جاش يبقى خلاص واحد يتعامل مع الواقع اللي هو فيه. فانا هقول لكم ايه اللي حصل معايا. يعني انا بدات افكر في مش الهجره بقى، في السفر لخارج مصر بالذات، يعني دوله غربيه او حاجه، وانا في الاعدادي تقريبا. بس اياميها ما كنتش بفكر في الهجره، كان تفكيري ان انا لازم اسافر اقعد لي 5-6 سنين عشان افهم المجتمع الغربي وبعدين ارجع بلدي ايه افتها بالفكر الجديد اللي الواحد اتعلمه من دول متقدمه. مع الوقت والاسباب اللي انا ذكرت بعضها وهكمل ان شاء الله ذكرها عن اسباب الهجره، لقيت ان ده مش خطة واقعية بالنسبة لي. لا انا لازم اهاجر حتى بقى يقضي الله امرا ايه كان مفعولا، يعني حتى تتغير الظروف بشكل كافي ان انا ارجع. ده كان تصوري ساعتها، فيعني اصبح هدفي هو الهجرة الدائمة. لكن مش معنى كده ان انا قعدت مستني الهجرة، وده بقى اللي عايز اقوله لكم. انا عملت ايه في مصر قبل ما هاجر؟ عشان برضو اشرح لكم، انا كنت اديتكم قبل كده فكره ان انا يعني سياق الحياه اللي انا عشت فيها، ان انا كنت نشات في عائله يعني الى حد ما مستريحين ماليا الحمد لله، كان في بزنس تبع العيله. لكن مع تطور الاحداث الوقت اللي انا اتخرجت فيه كان العيله البزنس بتاعها تعثر شديد، ودي قصه طويله ان شاء الله ممكن يعني لو لها لازمة نبقى نحكيها. لكن القصد ان على ما اتخرجت فترة الكلية او الجامعة وعلى ما اتخرجت كنت اصبحت تقريبا
ما عادش عندي المميزات بتاعة العيلة اللي عندها بيزنس ومستريحة، بقت زي يعني طبقة متوسطة عادية، ما عنديش فرص هتيجي من مثلا ناحية العيلة او كده. فانا عايز اركز على كده، لان ده وضع شباب كتير. طبعا كنت وضعي ستيل احسن من ناس كتير اكيد، الناس اللي ما اتعلمتش خالص، الناس اللي مرت بظروف صعبة، لكن يعني عايز اقول ان الفرص ساعتها ما كانتش فرص برضو ايه مضمونة، خلينا نقول كده. فخليكم اقول لكم بقى ايه الوظائف اللي اشتغلتها والفرص اللي دخلت فيها بعد ما اتخرجت. الحقيقة من قبل ما اتخرج كمان، اول فرصة دخلت فيها كان اساتذتي في يعني قسم اللغة الفرنسية اللي انا كنت بدرس فيه، كان ناس محترمين جدا ولسه تربطني ببعضهم يعني علاقة اخوة. في يعني جولي وقالوا لي ان احنا بنفكر نعمل شركة ترجمة، كانت تقريبا في اخر سنة رابعة، وعايزينك معانا عشان يعني ايه تساعدنا في، هم طبعا ناس خبرتهم كلها خبرة في مجال الترجمة نفسه، ما لهمش خبرة قوي في البيزنس، وعايزين حد معاهم يساعدهم يعني شاب صغير. فلقوا ان انا كنت من الطلبة المعروفين يعني شوية، فاختاروني انا عشان ادخل معاهم في الشركة دي. وطبعا لم اتردد ودخلت في التجربة، مع ان انا ما كنتش عندي اي فكرة عن البيزنس ده اساسا. لكن ليه دخلت في التجربة؟ اي حاجة تيجي لك مدام مع الناس الصح، دول كانوا ناس اعرفهم كويس، ناس محترمين جدا، كنت احب ان انا اتعامل معاهم. ودي حاجة مهمة قوي انك انت ما تكون مع انسان سليم، يعني ايه ادخل في المغامرة مدام مع الانسان الصح او الرفيق قبل الطريق يعني. فالمهم بدأنا، وطبعا دي كانت حكاية طويلة، وكان في يعني ناس لهم ذكرى يعني اعتز بيها، في منهم يعني من توفاهم الله، لكن المهم عشان دي قصة لوحدها طويلة يعني. فالمهم دخلت معاهم وبدأنا، وحاولنا في ان احنا نشتغل في السوق المصري كمكتب ترجمة. فتحنا فعلا مكتب ترجمة وانا قعدت فيه، ما كانش في اي شغل في السوق المصري خالص. طبعا احنا شركة ناشئة، لكن حصلت طفرة بعد كده لما بدأنا نتعامل مع جهات خارج مصر، وحولنا تماما شغلنا لخارج مصر. يعني بقى عندنا بقى شركات في السعودية، كانت شركة محاماة كبيرة جدا في السعودية، بدأنا نتعامل معاها وبدأوا يبعتوا لنا شغل. بدأنا نتعامل مع شركات في أمريكا وفي كندا وفي ألمانيا وفي فرنسا، لو أنا فاكر دي الشركات اللي كانت بنتعامل معاها كتير. فأنا كنت يعني من الحاجات اللي أنا ماسكها أساسا من البيزنس الماركتينج والإدارة يعني، وطبعا واثق تماما من الخبرات اللي معايا. الأساتذة بتوعي بقى هم اللي بيجيبوا الناس المترجمين، وعارفين كويس جدا المستوى بتاعهم عامل ازاي، ومعايا ناس تانية برضو يعني بنشتغل مع بعض في الجوانب الإدارية للشركة. زي ما قلت الشركة حققت يعني الأول ما كانش فيه مردود تقريبا في السوق الداخلي، قلنا نجرب السوق الخارجي اللي هيحصل فيه. قعدنا نجرب ونبعت لحد ما بالذات شركة المحاماة الكبيرة السعودية دي، كانت شركة تقريبا اللي شغالين فيها كلهم بريتش يعني من بريطانيا، يعني شركة قوية يعني. وحتى انا فاكر لما جيت هنا امريكا وكان في بعض الطلبة السعوديين اللي بيدرسوا القانون في امريكا، اما قلت لهم اسم الشركة استغربوا، ازاي انت عرفت تشتغل معاها وانت لسه متخرج؟ يعني ازاي عرفت تجيب بيزنس معها، شركة يبدو انها شركة معروفة جدا في السعودية. المهم وزي ما قلت فتحت العلاقات دي جوه مصر، وكان يعني الموضوع في تفاصيل كتيرة، وكنا يعني على وشك كمان ان احنا نشتغل مع شركة فولفو عن طريق شركة تركية. كان في مشروع كبير جاي والشركة التركية جات لنا مصر وتكلمنا، ويعني الموضوع ما اكتملش بسبب حاجات من الشركة التركية اللي كانت وسيط بينا دي. لكن حتى بغض النظر عن ذلك كان الشغل عمال ينمو، وكان يعني عايز اقول لكم حكاية طريفة، ان انا بعد ما سافرت سبت مصر، كان تليفوني سبته مع بنت اختي الصغيرة عشان يعني خلاص انا مش محتاجه، فديته لها. فبعد كده بقى كلمتني وقالت لي انا ما كنتش متوقع انك معروف كده مهم كده ليه، عشان عمال يجي لك تليفونات من العالم كله. وكان فعلا الفترة دي، لان كان الناس اللي شغال معاهم زي ما قلت في بلاد مختلفة كانوا عارفين رقم تليفوني، فكانوا بيتصلوا بيا ما يكون في مشروع او حاجة، فاللي بيتصل بيا من فرنسا من المانيا مش عارف من كندا. فطبعا فكانت يعني الشركة نجحت في الفترة اللي انا ايه اشتغلت فيها في السنتين تقريبا او السنتين ونص اللي عبناهم في مصر،
لكن ما كانتش واخده وقت كله الحقيقه، يعني ما كانتش هي كل وقتي رايح فيها. وزي ما قلت يعني في فتره طويله في الشركه في البدايات ما كانش، كنا بنحاول وبنعمل بنأسس وبنعمل الويب سايت بتاع الشركه وبنعمل بنحاول نعمل دعايه داخليه، ما كانش في شغل. فكنت مع الشركه دي اللي انا بعملها زي على الجنب بحاول برضه اشتغل، بحاول الاقي وظيفه. وكان بقى المحاولات بتاعتي يعني حاولت اشوف ايه الحاجه اللي ممكن اشتغلها. انا متخرج بالليسانس فرنساوي، وكان اكتشفت وانا في فترة الجامعة ان انا عندي موهبة كويسة في التدريس. كنت بساعد ناس زمايلي كتير في المواد بتاعتنا وبشرح لهم وكده، وكان مستواهم بيتقدم. فاكتشفت ان انا عندي موهبة كويسة في التدريس، وقلت خلاص يبقى انا اروح اشوف مدرسة لغات ادرس فرنساوي. وفعلا لفيت على كل المدارس اللي اعرفها في القاهرة، عملت السي في بتاعي ورحت المدارس كلها، ومدارس اللغات ومدارس كانت في مدرسة الذهب اسمها البي بي سي على طريق مش فاكر على طريق كده سريع يعني. حتى رحت وانا ما كانش معايا عربية، خدت ميكروباص وبعدين طلعت منها. ما كنت محتار مش عارف هروح ازاي اساسا، ما كنتش عارف اساسا بقى نظام المواصلات في الحتة المقطوعة دي. وطبعا طلعت لقيت ميكروباص ماشي، وقفت له وقف، بس يعني قصدي انا كنتش عارف يعني. انا رايح قلت اوكي خليني انزل اروح اخد ميكروباص يوصلني، بس وانا طالع مش عارف بالظبط اروح ازاي الحقيقه. فروحت في الاخر يعني. لكن القصد انا لفيت على كل مدارس اللغات، لان دي حاجه من الحاجات اللي اكتشفت ان انا ممكن اشتغل فيها عشان الاقي بقى ايه شغلانه يعني تدر دخل شهري. موضوع ده شركه الترجمه ده كنا عاملين نحاول وبنأسس في شركه لسه ملهاش مردود في الاول، فما فيش اي حد عبرني من كل المدارس اللي انا اديت لهم السي في بتاعي. بعد كده بدات اقدم في وظائف برضو اللي انا شايف ان هي تكون مناسبه ليا، مثلا الوظائف اللي بتتطلب لغات حاجات زي كده. وانا فاكر حتى كده انترفيو عملتهم، فاكر انترفيو عملته مع فندق من الفنادق الكبيره كان عايز فرونت ديسك، فقلت خليني اروح الفرونت ديسك عايز لغات. فروحت اتكلمت مع الراجل، كان راجل ظريف جدا واتكلم معايا بالانجليزي والفرنساوي، فيعني انبهر باسلوبي ان انا كنت بتكلم فرنساوي كويس وبتكلم انجليزي كويس، بقدر اتعامل كويس. فالحقيقه الراجل قال لي انت صحيح لسه متخرج، بس انا شايف انك انت مستواك اعلى من مستوى الفرونت ديسك. انا ما اعرفش انت ايه تصورك عن الفرونت ديسك، بس الفرونت ديسك عايز يعني مش محتاج مستوى زيك. انا اعتقد انك انت المفروض تشتغل في حاجه ثانيه، بس خلينا اشوف ايه اللي ممكن نحطك فيه لك. ما كلمنيش بعدها او ما قاليش، لكن هو كان رايه ان انا الفرونت ديسك بالنسبه لي مش مناسب، ان انا الشركه يعني او الفندق ممكن يستفيد مني اكتر، وقال لي هحاول مع الناس اللي يعني المديرين وكده. لم اسمع منه فما حصلتش على الشغلانه. بعض شغلانات تانية رحتها يعني، انا فاكر شركه رحت عملت الانترفيو بتاعها مع برضو رئيس الشركه، وعلى حظي برضو كان هو خريج مدرسه فرنساوي، فشاف السي في بتاعي وكده واتكلم معايا بالفرنساوي وبالانجليزي، فبرضو اعجب جدا بيها. وانا فاكر ان هو قال لي لو انت وافقت انا هديك الشغلانه، مش هتكلم مع حد تاني خلاص لو انت خدت الشغلانه. المرتب الحقيقه ما كانش يعني هو اللي انا عاوزه، لان انا برضو كنت عايز مرتب مش يدوب يعيشني، عايز حاجه تكون يعني تتيح لي ان انا اشم نفسي يعني. لكن مش ما كانتش المشكله الاساسيه هي المرتب الحقيقه، المشكله كانت ساعات العمل. قلت له طيب اشرح لي ظروف العمل وكده، فكانت الظروف العمل مش فاكر يعني كان من الصبح لحد الساعه 9 بالليل 6 ايام في الاسبوع، وكانت حتى بينها وبيني كانت في المعادي، وانا اياميها كنت قاعد في القاهره في تقريبا في كوبري القبه، فكانت ساعة تقريبا مواصلات عشان اروح. فقلت له يعني كل يوم لحد الساعة 9؟ كل يوم لحد الساعة 9. كنت ايميها باخد كورس ياباني، فحتى قلت له طب انا عندي يوم في الاسبوع في كورس ياباني الساعة 6، ما كملتش فيه يعني، بس الساعة 6 بالليل. طب انا قال لي طب ماشي، بس عوضها في يوم تاني، عوض الساعات دي في يوم تاني. فما عجبنيش حقيقة اسلوب، اما فكرت في الموضوع لقيت ان انا كده هبقى عايش عبد للوظيفة دي، يعني ان انا هبقى اوكي في مرتب وكل حاجة داخل، لكن ما عنديش وقت ان انا انظر للفترة اللي بعدها. وزي ما قلت لكم قبل كده جايز في فيديو حتى التطور الوظيفي داخل امريكا، لازم دايما وانت في اي حاجة اي مرحلة تبص المرحلة اللي بعدها هتيجي ازاي وتحاول تجهز نفسك لها. فالتقدير الشخصي انا قلت ان لو انا اشتغلت شغلانة دي مش هيكون عندي وقت اساسا اعمل حاجة في حياتي، يدوب هبقى رايح الشركة وجاي من الشركة اخر اليوم تعبان وعندي يوم واحد اجازة، مش هلحق افكر ان انا اطور نفسي، فهفضل فيها طول الوقت. هو طبعا حاول ان هو يشجعني، قال لي ده احنا كل مره في السنه بنسافر بلد اوروبي نعمل معرض، وهتسافر المانيا، السنه اللي فاتت سافرنا المانيا. فطبعا ما كانش مغري بالنسبه لي كفايه، مع ان انا كان نفسي اسافر، لكن ده ما كانش مغري بالنسبه لي كفايه ان انا ابيع وقتي كله
عشان حاجة زي كده، يعني مش هبيع وقت كله عشان فرصة ان انا اسافر المانيا مرة في السنة. فمع ان كانت الوظيفة دي مضمونة لكن رفضتها برضو، لان انا في دماغي ان انا لو دخلت اي حاجة لازم تتيح لي ان انا يعني احاول اطور نفسي وكده. فرفضت الوظيفة دي، وفاكر ان انا رحت كذا وظيفة كنت بعمل انترفيوز وكده ما جابتش نتيجة، فلم ما اشتغلتش باي وظيفة من الوظائف اللي انا قدمت عليها. الحقيقة كمان برضو كنت بدور ان انا اشتغل في الخليج، فبدأت اقدم على وظائف في الخليج، وجات لي احدى الوظائف جات لي كانت في السعودية، وقالوا لي خلاص احنا يعني بدأنا نتكلم في التفاصيل وكده. والحقيقة تخوفت من ايامي، كنت بسمع عن موضوع نظام الكفيل اللي كان موجود وما كنتش فاهمه قوي، فقالوا لي طبعا السكن علينا وكده، فقعدت اسال اسئله اعتقد هي ما عجبتهمش، فقلت لهم اوكي السكن عليكم، طب ايه طبيعه السكن وساكن مع كام فرد، ويا ريت تشرحوا لي نظام الكفيل ده بالظبط، ايه الحقوق بتاعتي وايه الواجبات بتاعتي. فقعدت اسال اسئله كتير، يبدو انهم ما عجبهمش الكلام ده فما كملوش معايا، وانا ما كنتش ندمان. وطبعا اما جات لي العرض برضو قعدت اسال الناس اللي اعرفهم السفر السعوديه، فقالوا لي المرتب ده معقول لكن مش مرتب مش هتحوش منه حاجه. فقلت يعني ايه ماشي هسافر، بس لازم اتاكد ان انا مش هسافر احط نفسي في وضع اسوأ، لان انا اهم حاجه بالنسبه لي حريتي، هي دي يعني اقدر حرياتي كثيرا يعني. فموضوع الكفيل ده كان قلقني جدا، فقعدت اسالهم اسئله كتير فيه، فيبدو ان هم ايه هم عارفين ان في يعني ما فيش مهرب منه، فالموضوع لم يكتمل. لكن قصدي ان انا حاولت ان انا برضو اقدم في دول الخليج. الوظيفة التانية اللي انا اشتغلتها وكانت كويسة جدا هي المركز الثقافي الفرنسي. كنت حكيت قصته قبل كده، ان انا بالصدفة كنت رايح واحد صاحبي له واحد صاحبه كان عايز يدرس في فرنسا، وكان بيروح المركز الثقافي الفرنسي في كده، كان في مكتب بتاع الدراسة في فرنسا، وكان دايما لما يروح يلاقي المدير الفرنساوي بس ما يلاقيش السكرتيرة المصرية، ما يعرفش يتكلم معاه، بيروح بعد، كان دايما بيروح بعد متاخر شويه يعني. فصاحبي قال لي في واحد كده عايز يروح ما بيعرفش يتكلم فرنساوي، الفرنساوي بتاعه ضعيف، وعايز يسال كل مره يروح ما بيعرفش يتكلم، لا الراجل الفرنساوي بيعرف يتكلم عربي ولا هو بيعرف يتكلم فرنساوي كفايه. قلت له ماشي مش مشكله اروح معاه. رحت معاه قابلت الله يمسيه بالخير بقى ألان، ده كان المدير بتاع القسم ده. قعدنا نتكلم معاه الاول عن الشاب ده، وقعدنا نتكلم يجي نص ساعه، وفي الاخر كده يعني قال لي انت الفرنساوي بتاعك ممتاز، انت لازم تشتغل معانا هنا في المركز الثقافي. فطبعا ما كنتش متوقع، فقلت له ماشي. قال لي بعت لي السي في بتاعك وانا ايه وانا هشوف. فالمهم قلت له ماشي، بعت له السي في بتاعي. قعد فتره كذا شهر، مره بعت لي قال لي تعال عايزك تقابل التاشي كولتورال اللي هو الملحق الثقافي، ده كان مركز المنيره اللي هو كان اكبر مركز ثقافي، كان لسه معمول جديد، وكان رئيس فرنسا افتتحه وحاجات زي كده. فقال لي تعالى، فرحت. فكان هو اقترح عليهم ان هو يعمل بوزيشن جديد، وظيفه جديده، كان شايف ان انا الشخص المناسب له، لان انا الفرنساوي بتاعي كويس قوي وانا مصري مش عارف ايه. فقال ايه هو اخترع وظيفه جديده، كان شايف مش فاكر كانت ايه بالظبط، المهم قال لهم عليها وبعت لي عشان اقابلهم، وبعدين قال رجع متضايق منهم وقال لي دي ناس ما عندهاش فكر، هم بس ايه قالوا لي ما عندناش ميزانيه للوظيفه الجديده، فقال لي دول ناس ما بيفهم يعني، كان متضايق منهم. هو كان راجل يعني صريح كده في كلامه، وكان ما بيحبش الروتين والبيروقراطيه، مع انه كان دبلوماسي اساسا يعني شغال في الخارجيه الفرنسويه. فالمهم قال لي خلاص انا ايه انا هحاول اشغلك معايا في المكتب في اللي هو القسم بتاعه ده، لكن ما كانش عنده برضو ميزانيه يعين حد فول تايم، فبدا يجي يعمل لي بارت تايم. فبدات اروح اعمل بارت تايم، مش فاكر كان كام ساعه في الاسبوع الحقيقه، 4 ساعات في اليوم حاجه زي يعني 20 ساعه في الاسبوع تقريبا. ايامها كانت الساعه ب 11 جنيه، الكلام ده سنه 2001، كانت يعني كويس انك تاخد بالساعه يعني. وكان طبعا شغال بقى مع فرنساويين وكده، وبدات اشتغل معاه، اشتغلت تقريبا سنه ونص هناك. مع الوقت كمان بدات ان انا عشان علاقاتي كويسه مع الناس جوه، فبدات ان انا الاقسام المختلفه تعمل لي شغل يعني، تطلب مني حاجات اعملها. فمثلا انا فاكر كنت باخد من القسم بتاعه تقريبا كان 600 جنيه في الشهر لو انا فاكر كويس يعني، حسب عدد الساعات اللي انا كنت شغالها. لكن مع الشغل التاني بقيت بعمل تقريبا 2000 او اكتر من 2000 في الشهر اياميها، عشان بعمل شغل مع يعني مش فاكر بالظبط الحقيقه الارقام. فالمهم بدات اعمل شغل في اقسام كتيره جوه المركز الثقافي يعني، فكانت الموضوع ماشي كويس جدا معايا هناك، وفتح لي افاق كويسه. فبقى عندي في النهايه الحاجتين اللي استقريت عليهم اللي هم كانوا
يعني الوظيفتين الاساسيين بتوعي او مصدر الدخل الاساسي بتاعي كان المركز الثقافي الفرنسي، كان مش واخد وقت كله، كنت شغال بارت تايم مع الا، وفي نفس الوقت كمان كنت بعمل مشاريع تانية على الجنب مع اقسام تانية، بس كلها حاجات مش ملهاش مواعيد الزامية، يعني مش بروح من 9 لـ5 كل يوم مثلا، فعندي وقت. ومعها على الجنب كنت بدأت اكمل في شركة الترجمة اللي عملتها مع اساتذتي، وبدأت الشركة تشتغل كويس، فبدأنا يدخل لنا دخل منها، وكان بيجي بالدولار كله لانه كله جاي من برا مصر، فكان دخلي بالعملة الصعبة من شغل الترجمة ده. فالحقيقة وصلت لمرحلة ان اخر حاجة بقى كمان اقولها لكم قبل ما اسافر، ان يعني كانت الاوضاع ماشية كويس، شركة الترجمة كانت عمالة تنمو، وكان لو كنا استمرنا، وهي لحد دلوقتي مستمرة على فكرة، استاذتي احدى اساتذتي يعني مستمرة فيها، لكن كترجمة فورية مؤتمرات وكده. لكن اياميها كان يعني عمالة تتقدم، وطبعا في تفاصيل كتيرة ممكن لو جت فرصة احكيها. وفي نفس الوقت المركز الثقافي شغلي فيه ألام بقى جات له، اتنقل للإسماعيلية، مركز الثقافي الفرنسي في الإسماعيلية، هو كان اتنقل كرئيس المركز ده، فقال لي، وانا كنت أيامها خلاص قررت ان انا اسافر الحقيقة، وكنت بجهز نفسي، فجي قال لي عندي لك خبر جميل، انا هسافر الإسماعيلية، هبقى انا رئيس المركز، وانا بقى حر، انا الرئيس، هعينك انت، هتبقى الايه اللي تحتي على طول في المركز. وكان اياميها بادئين في اتجاه ان هم يعينوا المراكز الثقافيه اللي هي في الاقاليم، يعينوا مصريين يكونوا هم رؤساءها بعد فتره يعني. فقال لي انا هكون هدفي انك انت تكون تحتي على طول، تساعدني في كل حاجه، بحيث ان لما انا اخلص الترم بتاعي تكون انت رئيس المركز الايه بتاع الاسماعيليه. فطبعا كانت فرصة جميلة، وشجعني وقال لي، انا قلت له لا خلاص انا هسافر امريكا ومش عارف ايه، فقال لي تعالى وما تقلقش من السكن، تعالى اقعد معايا. كانت هو مراته رئيسة قسم اللغات في القاهرة، فكانت مراته مش هتعرف تروح مع الإسماعيلية، فكان هو هيضطر يروح يقعد لوحده هناك، فقال لي تعالى اقعد معايا، ما تشغلش بالك بالايجار بالكلام ده، وهتبقى نبقى مع بعض في الشغل. هو طبعا كان راجل علاقتي بيه جميلة جدا يعني، وكنت بحبه، وهو كان يعني بيحبني جدا. فالمهم القصد ان كانت فرصه رائعه يعني، انا كانت فرصه بتمناها قبلها بسنه يعني، قلت له لو كنت قلت لي الكلام ده من سنه كان يا ريت، لكن انا خلاص ايه عملت حساب ان انا مسافر. فدي الحاجات اللي هو انا عملتها قبل ما اسافر، وفتحت لي فرص كويسه جدا. وما مخبيش عليكم ان انا في اول سنوات في امريكا كنت ساعات بفكر واقول لو كنت في مصر كان زمان وضعي احسن جاي اكيد، لان انا اضطريت اشتغل شغلانات في الاول، شغلانات مش عايزه اي قدرات يعني فكريه، وشغلات بسيطه، فكنت بزهق منها زي ما قلت قبل كده بشكل كبير. فاما كنت بفكر كنت بقول لو كنت في مصر كان زمان وضعي احسن، كانت ممكن الشركه لو كانت استمرت زي ما هي كان زمان عندي شركه، وفي نفس الوقت كان زماني يا اما شغال في المركز الثقافي الفرنسي كالرجل الثاني، او بقيت الان بعد ما مشى بقيت انا رئيس المركز الثقافي الفرنسي في الاسماعيليه. والاسماعيليه كنت اسمع انها مدينه حلوه، فيعني ايه اهرب من الحاجات اللي مش عاجباني في القاهره. فكنت ساعات الحقيقه بندم وبقول يا ريتني كنت قعدت في مصر، ظروفي في مصر كانت ماشيه احسن، التقدم فيها كان اسرع كتير يعني. في خلال سنتين بعد الدراسه بقيت زي ما قلت بقيت الشركه ناجحه جدا، وبشغل مع ناس بره مصر، وشغلي في المركز الثقافي الفرنسي فتح لي ابواب كويسه. اذا القصد من الكلام ده كله ايه؟ وطبعا قبل ما اسافر امريكا كان اصحابي بيقولوا لي انت مجنون، انت ليه تسيب، انت ظروفك في مصر عندك يعني حاجات كويسه ليه تسيبها. فالقصد ان انا طبعا خلاص انا يعني ما بحط حاجه في دماغي ما بصمم عليها. القصد اني الفتره دي كلها قبل ما هاجر ما قعدتش مستني الهجره وخلاص، كل باب اتفتح لي دخلت فيه، وحتى الابواب اللي ما كانتش مفتوحه انا حاولت اوصل لها، زي ما قلت لكم حتى اقدم بشوف ايه الامكانيات اللي عندي، وبقدم في السوق المصري كل الوظائف اللي شايف انها ممكن تناسبني، وبقدم حتى كمان في الخليج وداخل مصر. اي باب بيتفتح لي بدخل فيه يعني، اذا كان باب المركز الثقافي الفرنسي في الاول ما كانش مضمون، قلت له قال لي بعت السي في، بعت مكان بيقول لي تعالى، كنت بروح من غير ما كانش فيه لسه يعني وظيفه. وكمان شركه الترجمه في الاول ما كانش فيه شغل داخل، قعدنا فتره طويله عمالين نحاول وكده لحد ما بدات تنجح، لكن في فتره في الاول ما كانتش فيه حاجه. دي رساله الحقيقه اللي عايز اوصلها للشباب عندنا، كلامي عن اسباب الهجره وعن قصه الهجره مش معناه
انكم تقعدوا مستنيين بس الهجرة، لا انا عايز ان الكلام ده تاخده نفهم منه ان في عندنا سلبيات في المجتمع بتاعنا عايزين نتجاوزها. في حاجات فعلا بتضايق الانسان السوي اللي بيفكر تفكير سليم، في حاجات فعلا متعبة جدا في بلادنا، وساعات بيبقى الحل الوحيد ان الواحد عايز يهاجر. مفيش مشكلة، حاول تهاجر، حاول تشوف ايه ابواب الهجرة الممكنة، لكن ارجوك ما تقعدش في بلدك بس ما بتعملش حاجه، ما بتحاولش تطرق الابواب كلها اللي موجوده، لا حاول في بلدك تنجح، ومحدش عارف في الاخر ممكن ده يؤدي لايه، يا اما هتسافر يا اما نجاحك في بلدك هيغنيك عن الهجره. فدي القصه اللي كنت عايز اقولها لكم النهارده. ارجو ان الفيديو طول مني قوي، فربنا يستر بقى ما تسهوش وتكونوا كملتوا لحد دلوقتي، لو كملتوا قولوا لي. فالمهم قولوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله هنكمل برضه سلسله لماذا هاجرت، وندخل بعدها في سلسله قصه هجره، ان انا هتكلم فيها بقى عن حاجات تانية، مش هتكلم عن كل حاجه طبعا، ما اعتقد انه مفيد ان شاء الله هذكره. وقولوا لي رايكم في كل ما ذكرته، ونراكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه.